مناقشة معوقات الاستثمار وطرح بدائل عملية لتشجيع القطاع الخاص للدخول في استثمارات ضخمة هي أهم الأجندة التي يبحث فيها ملتقى الاستثمار الثالث الذي تستضيفه ولاية البحر الأحمر بمشاركة محلية وإقليمية ودولية الملتقى يهدف للترويج للإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الولاية هذه الملتقيات لندير فيها الحوار مع الإخوة رجال المال والاعمال والاخوه المستثمرين والاخوه قيادات العمل المصرفي والاخوه في السلك الدبلوماسي حتى نستطيع من الترويج والعمل على طرح فرص الاستثمار في ولايه البحر الاحمر. هي شراكه ثلاثيه لاهداف تنمويه مشهوده. يزعى الملتقى لترجمتها إلى مشروعات فاعلة تشمل تأسيس مرافق صناعية واقتصادية وخدمية تعود بالفائدة المستقبلية على الأطراف المعنية هذه الشراكة الثلاثية بتهيئة المناخ ولا أشك إطلاقا في أنها تظل تبحث عن مزيد من تهيئة المناخ ومزيد من حوافز التي تشجع على اللاعبين الاخرين على المصارف وغيرها على هذا الانجاز جهود تنمويه متواصله يبذلها القطاع الخاص السوداني طيله السنوات الماضيه جهود تشمل انشاء مؤسسات صناعيه تقدم انموذجا يحتذى في الشراكه الايجابيه بين القطاعات المختلفه هذا الاتحاد ظل يولي يو... اعمال المؤتمر اهتماما ظل يتعاظم عاما بعد عام للمردودات الإيجابية والنجاحات الكبيرة التي ظل يحققها في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والاجتماعية بالولاية البحر الأحمر لكن الجهات الحكومية بالولاية مطالبة بإزالة المطبات الإدارية وتذليل العقبات الإجرائية حتى يتمكن الآخرين من المساهمة في عمليات البناء والاستثمار والتعمير اعتقد ان ولايه البحر الاحمر استطاعت ان تجذب كافه المهتمين بالمال والاعمال وكافه رجال الدوله في هذا الملتقي الهام الذي بالتاكيد هو ملتقي يؤكد ان ولايه البحر الاحمر من الولايات الهامه جدا في مجال الاستثمار وايضا يعطي دفعه كبيره جدا بالنسبه للولايات الاخري في ان تعمل علي حزو ولايه البحر الاحمر لكي تجذب ايضا اليها استثمارات على كل فإن الآمال المبتغى من الملتغة تشمل إحالة توصيات التظاهر الاقتصادية إلى مشروعات استثمارية ناجحة تنعش المجالات المختلفة وتساهم كثيرا في حياة البلاد والعباد صديق السيد البشير الشروق ولاية البحر الأحمر بورسودان